مازلنا معاكم في دي ملابس. نكملوا مع الحوارات في دي ملابس باش نستقبلوها بشوية بشوية. كل مرة كان جينا تحكينا على مشاريعها في مصر، اليوم هل باش تستقر في مصر وشنو جديد؟ نستقبلوا الممثلة التونسية رشاب معاوية. مرحبا بيك رشاد، مرحبا بيك، مرحبا بيك. جمهورنا يحب يسألك.
بيا. شنو احوالك؟ صافا مبروك على التاتو الحلو. يا عايشك وميرسي. اللي جيتنا نعرفوا اللي انت مازلت كي جيت من المسرح البارح. مازلت كي جيت من المسرح البارح، شنو اللي تو ماشي جايه؟ شنو الجو؟ ماما تجي بحذايا نمشي بحذايا. توحشت. معناتها لا ابار انه معناتها تو اللي يهمك مشاريع في مصر، معناتها اللي يهمك تو الخدمه في مصر. اي قاعده معناها مازلت كي حديد ساقي غادي وليت نقرا غادي دونك لازمني نقعد غادي. تقرا غادي ساعة؟ علاش لبسة بلاك حل محلية لبستك؟ عايشك. مش موقف ولا حزن ولا حاجة؟ كي لقيتها قدامي لبستها. لقيتها قدامك لبستها. باهي، شنو اللي تبدل في الكوتيديان نتاعك في مصر؟ في تونس عمك طيب لك، في مصر شكون؟ ماكلت الشارع وتوا تعلمت نطيب وحدي. تعلمت نطيب؟ ماكلة تونسية في مصر. تونسية. تونسية في مصر. أكثر الأكلات المصرية اللي عجبوك راك تاكل بشوي بشوي؟ أكثر حاجة أنا دايوغ ناكل كين هو الحمام المحشي. الحمام المحشي. الفلافل؟ لا. المسقعة؟ لا. الملوخية؟ لا جملة ما حبيتهاش. الملوخية ريت كيف مزيتة نتاعهم؟ مزيتة وروج شربة هي. كان ماء. لا ما حبيتهاش. مش كيما الملوخية نتاعنا تبدا عاقلة. نجيبها معايا من تونس. مثلا في تونس، في تونس تمشي للفريب، وفي مصر منين تقضي؟ نهبط لتونس نمشي للفريب تاع تونس. باهي. ما تشيش دبشك من مصر؟ لا خاطر قاعده نهبط برشا معناها. تهبط برشا لتونس. في تونس تمشي للحمام، في مصر وين تمشي؟ والله تو ما عنديش شهر ملي تحت بحمام باهي. حمام مصري؟ عندي برشا وانا نلوج. باهي. في تونس تمشي في جوكينج العطار الحومه تحوس، في مصر كيفاش؟ هي اسهل حاجه اللي انت بالتليفون كل شيء يجيك ديليفري. اي في مصر معناتها حتى العطار كذا كل شيء الفارماسيه اي حاجه تجيك للدار في اي وقت. معنا في تونس تشرب قهوه مع اصدقائك مع محمد علي بن جماعه، في مصر مع شكون؟ عندي صحابي يعني عملت غاديك اصحاب، عندي تونسيه صاحبتي ايمان وعندي صحابي مساروه. وعندك معناتها ممثلين وجدد مصاره ولا قدوم؟ عندي ايمان العاصي، مصطفى شعبان، معناها هما اللي صحابي، خالد ابو بكر اللي ديما معناها نخرجوا يعني صحابي. من خالد ابو بكر جورناليست ومرته برشا والله. باهي. في تونس كنت مخطوبه، في مصر؟ مخطوبه للخدمه. مش على الخدمه. في مصر اكثر الخدمه. مي بون كي تطلع ممثله تونسيه في مصر معناتها يجيوا عروض عمل وزواج ومخلبص داخل بعض ولا؟ عمل مزال. حسيت رشا، حسيت من المزال نتاعك اللي ما عنديش مانع انا معناتها. لا اسمع، هو المكتوب يد ربي. المكتوب يد ربي واسمه ونصيبه. حسيتك ديسو انه مازال. لا والله لا بالعكس، ان شاء الله معناها تجي حاجه باهيه ما مش توا. معناتها علاقاتك في مصر توا مهنيه، باش نسالك علاقتك بالحب شنو؟ هل من اجل الحب؟ باش نعملك لعبه اسمها هل من اجل الحب؟ شنو تنجم تعمل رشا اذا حبت؟ هل من اجل الحب تنجم تبطل التمثيل؟ قولي انا وقتي بجيت. صعيب. ليه صعيب؟ صعيب. هل من اجل الحب تنجم تبطل ماكلت الشوكولاته مثلا؟ يقول لك لا اصعب حاجه يمكن تمثيل وماكلت الشوكولاته. لا سيرتو بصبعك النوتيلا. لا بالمغرفه. بالمغرفه. باهي. هل من اجل الحب تنجم تعيد تعيش في الغربه بعيد على عائلتك؟ لا معناها نجم نعيش، اما عائلتي تجيني وانا نمشي لها مش. هل من اجل الحب تنجم تتنازل وتغسل المعون مثلا؟ والله نغسل في المعون يعني. والله صورة غلطة عندك معناتها تغسل في المعون اضطريت توا خاطر عايشة بريسك وحدك ساعات ولا؟ لا هي قبل ما تمرجني اغسل المعون باش تو كي تعيش وحدك تو كي تعرس يا اخي توا حسيت بها، قبل كنت متنرفز كي تقول لك هيك. هل من اجل الحب تنجم تضحي باصحابك مثلا؟ الاصحاب هذوما ما نحبهمش. حسب انت ولا اصحاب؟ خاطر انا عندي صحابي اللي من واحنا صغار خواتي معناها هذوك ما نضحيش بهم، ممكن اصحاب اخرين يعني ممكن. هل من اجل الحب رشا تنجم تعطي تريحه لواحد اخرى؟ ممكن. ما تغركمش المظاهر. ما تغركمش المظاهر الحقيقه معناها. اي فوالا. هل من اجل الحب تتقبل فارق العمر في السونس هذا ولا في السونس هذا؟ نتقبل. هل من اجل الحب تتقبل انه انت تقوم بالمبادره الاولى تعلن عن حبك ولا تعلن على؟ هي صعيبه. تحب تعرس ولا صعيبه؟ في هذه مستحيله مش صعيبه. مستحيله؟ اي عندي هذيك اللي لازم هو يتكلم وحتى نبدا روحي فيه، لازم هو اللي
يعملهم الكل. خسرت حاجات الخشم هذا، خسرت حاجات بسبب الخشم هذا معناتها؟ حاجات فيش علاقات ولا حاجه خاطر كلام تحبش و... مش خسرت انا نشوفها معناها بالعكس، هما يراولي بها القدام نطيح نخسر اكور تيرم ونربح على لون تيرم. الدنيا غاليه في مصر كما في تونس ولا لا؟ توا ولات غاليه. انا قبل مشيت لها من عميل تالي ياسر حسيتها بلاد رخيصه معناها وكلي. مشيت فاكونس يعني نصرف باقي الفلوس توا ولا توفى في ساعه بالعكس. أيوة تولي مسؤوليه وكري و... الدنيا ولات غاليه على الاخر. دونك باش نسمعوا توا غنايه، باش نسمعوا اغنيه معملها مجد يحكي على كيفاش الدنيا ولات غاليه في تونس، داير شوفوا مصر يحكوا على الطماطم على الفلفل على الحم، يعني الدنيا غليت بالنسبه للمواطن العادي. يلا نحب تصفيقه بارودي حلوه برا دجاجه، شاهي دجاجه من عند مجد. تعبت من الجري والخضره، تعبت من الجري والخضره، عيني شايه تشوف الله، عيني شايه تشوف الله، ياما شويتنا بالشربه زين انا من الكرده. شوفونا حل عيشك البصل، حكومة مرها الدعبة مجودة بالتل، قصلينا العلفة أشهر عيش الكلبة. دجاجة شايك ويس دجاجة، نتمنى نشوف دجاجة وحسي بينا يا الحكومة. دجاجة شايك ويس دجاجة، نتمنى نشوف دجاجة ورايك بدا منكم ممروجة. عندي ثلاث سنين شان شوف حنين، فديت من الحكومة والمقرونة كذابين. يا جماعة قتلني الشر وروني في نهاية البحر، لا تكملة مرهونة كل يوم نفس الهدرة، مولي وقفل تونس ساقية طابت خضرة، تحب تاكل ولا تشرب عرض فمك للهواء. دجاجة شايك ويس دجاجة، نتمنى نشوف دجاجة وحسي بينا يا الحكومة. دجاجة شايك ويس دجاجة، نتمنى نشوف دجاجة ورايك بدا منكم ممروجة. رافل افنو شنو الحال يا سبسي، ظهر لبي موفا ولا سوام رايدي كوين، دينار ماشي ويتيح كلام الحكومة في الريح، فما شاي صحيح وزوالي باش يشيح. دجاجة شايك ويس دجاجة، نتمنى نشوف دجاجة وحسي بينا يا الحكومة. دجاجة شايك ويس دجاجة، نتمنى نشوف دجاجة ورايك بدا منكم ممروجة. شايك ويس دجاجة، شنو تعمل انت كي تبدا عايشه؟ اسكو تهبط برشا تصورك ولا تخاف من العين، تخاف من الواحد اختاني من المشاكل؟ لا قبل كنت ياسر نهبط يا اخي العين ما سلمتش منها، دونك توا لا وليت تمن بالحسد انه ينجم تصير. العين موجوده في القران معناها حاجه باهي، تمن انه مثلا فما حاجات يصيروا في حياتك تولي ما تحكيهم كي العباد قراب لك. توليت ما عادش نحكي شيء. حتى القرابك ما عادش تحكي به. ما عادش نحكي شيء. تحط حاجة في ساكك مثلا تطبخت بها؟ لا، أما عندي هنا مشكلة نحب نحيل قراية الأبراج الصباح. الصبح؟ الصباح. معك عمر أديب، تفضل. الصباح قراية الأبراج ديما هذيك دوما نحل عينيا نشوف برجي شنو باش يقول. تمن اللي كي تصبح على حد ولا حاجة نجم نهارك يتعدى به ولا خايب؟ اي وفما في تونس كانوا فما جيرين ما نحبش نراهم، نقعد يفوتني الوقت ومتخبي حتى هما يتعداو، حتى يتعداو باش ولا قطوسه كحل مثلا. اي عندي قلب برغم فما معناها البرا يقولوا بوخت بونور للقطوس. اي كل واحد كيفاش. تمن مثلا اللي يدك تاكل باش تاخذ فلوس وكي عينيك ترف باش تبكي. اي باش تصير لك حاجه خايبه، تصير لك حاجه خايبه. تبدا اليسار اليمين، اليسار اليسار خايبه واليمين شتي. بالحق ولا كتب. اوكي يدك تاكل ما عادش تاخذ فلوس. ايوه ما تجي بالعكس باش تاكل ولا باش تعطي سدي تبخر في الدار ساعات. لا بالعكس خذيت بعثت لي مع اخر مره ماما بخور نتاع السعوديه يا اخي
اما انا قديم القران في داري تم به فما معناتها العين وحذا رولت مع حالك لانه فما شكون لسن عليك ولا هكا خوفك في مصر ايش علينا في كامبين تونس هذا كمشي على روحه والله صدقني في مصر اكثر مني في تونس في مصر اكثر تونس عمرها ما صارت لي حاجه كيما هناك معناتها تنحالك رول مثلا خاطر واحده حابه تنحيهولك ولا واحد كان بصلك ولا حاجه توينسا ولا مصاروة؟ أكيد يعني تونسية علاش أكيد مش وضع نجم رولك تاخذوا مغربية مصرية لا خاطر معناها وقت اللي وصلت يعرفوني كنت توينسا دونك حسيلو معناتها فما رول باهي في مسلسل أنا هو مسلسل لا علينا أما وهي ما خذيتوش على فكرة معناها علي وعلى أعدائي ما خذيتوش أيبي اما الحمد لله معناها نقول ان عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لك وخاطر المسلسل هذاك ما نجحش يعني فوق السحاب نجح اكثر بيه. وبالنسبه لتونس رشا تخمم معناتها باش تقسم ولا ما كان جاك رول رمضان ولا حاجه شنو باش تعمل مثلا؟ بالعكس انا قاعده معناها نشوف تو سيرتو السينما نحب نخدم سينما في تونس على الاخر ياسر معناها من اكثر الحاجات اللي نحب نعملها في تونس السينما وما صورش البرا قداش السينما التونسيه مهمه بالنسبه لهم. اي ما السينما التونسيه مهمه ماهيش جماهيريه كيما فيلم مصراوي ولا حاجه. ما لا ما فما جماهيريه وفما زاد الكارير لروحك كي تبدا خادم فيلم معناها مع مخرجين كبار في تونس معناها باهي للسي في نتاعي. لا ما نحكيش رمضان مثلا. رمضان كان فما حاجه باهي معناها ما نقولش لا. تنجم توفق بين تونس ومصر. معناها المشكلة في الوقت هما كيفاش مثلا النجم نصور هذا جماعتين يحط لي المشاهد كل مع بعضهم معناها نسهلوها تسهيل. به يا رشا توا شميتها باش نعطيك دونك باش نسألك أسئلة محرجة. إي هات أنا واحدة. إي بيان سور. كان تجاوب. أعطيني اسم نتاع واحد حبيته في حياتك. قديم جديد ما يهمنيش. كونان. لا صلى على النبي. اي ياسر كنت نحبه وانا صغيره هو الوحيد اللي نتفرج فيه. لا بشر. بشر. لا كهو. بشر. لا كهو جاوبت سالتني قلت لي شكون تحب جاوبتك. السؤال اللي بعده. بعد لحشتين يا تفشفشني يا مفشفشك. لا مفشفشك انا جاوبت. لا لا انسان. انا جاوبت ولا ما مسالش ضيوف ضيفتنا مسالش. لا لا انا مش باش نرحمك. ماكش باش ترحمني. باه ممثل عملت معاه ادوار حب وحبيته برسمي. لا ما فماش جمله. ما فماش. باه شكون اكثر فنانه ما تحبكش في تونس؟ اعطيني اسمها تعرف. ما اعطيني اسم. ما نعرفش والله. ما نعرفش. لا لا ما يسالش. قداش عندك في الكونت بونكير نتاعك؟ لا لا نستحمل هذه ولا لعيني. وقت اللي تبدا باهي شنو اخر كذبه كذبت على الوالده نتاعك؟ ما نعرفش برشا كذبت برشا. اعطيني كذبه. اللي احنا نصوروا توا مقبله نقولها نص ساعه باش نكمل وانا ما زلت. لا ما كذبه مش منك هذه. اي اما انا كذبت. شنو معناتها جاوبت تسمى؟ لا. والله كذبه. اعطيني كذبه يكذبوا البنات يا رشا. ما نعرفش ياسر نكذب والله ما نتفكرش والله نحب نقول لك اما ننسى حاجه اخرى. باهي كان جيت منتجه كبيره ولا مخرجه انا هي الممثله التونسيه اللي عمرك ما تعيط لها تمثل ما تمثل بالخايب لازم نقول الاسم. اي ممثله حسب رايك ما تعرفش تمثل شنو عاد رشا؟ ليه انا نحب شويه الشجاعه زادا. ممثله تعرفها ما تعرفش تمثل. امشي بالله غالب.
اما لا 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 علي فما مخرج ولا منتج في مصر حاب يتقرب لك ولا يخطبك ولا يبزنسك؟ اما منتج بدوره معنا. منتج بدوره دونك. انتقام انثى. انتقام ب فما ممثل انت مضروبه فيه في مصر؟ برشا فما يعني نحبه. ما تحبي تتقرب له معناتها؟ ليه ماذا بيا نتقرب له؟ احمد عز. ان شاء الله ربي يبدا يتفرج فينا. ان شاء الله ربي يتفرج فينا. باهي. اخر 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 كذبه كذبتها في السي في نتاعك معناتها تقول لهم انا في تونس كذا وكذا. ننفخوا بعضنا ساعات. لا والله لا. ما تكذبش. لي والله لي عمري ما نفخت روحي والله. والله 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 لي ورس ماما والله. سيبا 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 نحب تصفيقة كبيرة على رشا. يلا نخلي لك كلمة الختام رشا ان شاء الله ربي يوفقك. انا نعرف اللي انت تبركل عليك وباش تنجح في مصر باش تكمل نجاحك خاطرك ممثلة هيلة برشا. عايشك واستضيف في مصر عليك به. عايشك. يلا نخلي لك كلمة الختام. نحب نقول ميرسي ألفا حمودة على المكاش الحلو. ميرسي سامحني ألفا سامحني بلبستو. سامحني يا ألفا. اي لا خاطر مكياج ألفا ياسر يفتق ويشد لين قاعد لابس عليه تو. يا باسم. ميرسي ألفا على شعر المكياج وميرسي على روحي على الحويش. فوالا ميرسي رشا يعطيك الصحة. ديما لاباس متواصلة. فاصل ثم نعود.